قناة قراءات تقدم. دعونا نخصص يوما في الأسبوع نقرأ فيه مع أولادنا وأهل بيتنا شيئا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليكن هذا اليوم يوم الجمعة لنكثر من ذكره ونطيب الأفواه بالصلاة والسلام عليه. ما أحوجنا إلى أن نربي أولادنا وأجيالنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فننشر سيرته وننثر مسيرته ونتبع سنته ونسير على طريقته. والله لو فعلنا ذلك، لو ترجمنا ذلك ترجمة عملية وليس فقط ترجمة لغوية، لتأثرت البشرية جمعاء. ألا فصلوا وسلموا على سيد الأنام، فإنكم في يوم الجمعة سيد الأيام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. تابعونا على صفحاتنا التالية.